بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع، وأهلا بكم في orientation about البورد الأمريكي لمكافحة الأمراض. هنتكلم على كل شيء يخص البورد الأمريكي لمكافحة العدوى للناس اللي حابين يكملوا في البورد، حابين يتخصصوا في هذا المجال، حابين يبنوا كارير في الانفكشن كنترول. حد يطمني ان الصوت واضح للجميع؟ حد يكتب لي على الشات ان الصوت سامع كويس؟ بس طيب، محدش كده، تمام، شكرا يا دكتور احمد. طيب ماشي. طيب طبعا انا دكتور كامل البلتاجي، استاذ في احدى كليات الطب في مصر، ورئيس قسم مكافحه العدوى بالمملكه العربيه السعوديه في احدى المستشفيات العسكريه حاليا، ومدرب للبورد سيرتيفاير ان شاء الله. الناس اللي عايزه تاخد البورد بياخدوا معانا بنيجي كورسات تبع في ماجستان روتينر، كورس لمدة 3 شهور، إعداد امتحان، وفي كورسات مراجعة إلى أخرى، بنهيئك بقدر استطاعتنا وبنساعدك أو بنساعدك للناس اللي حابين يكملوا في مكافحة العدوى. بعون الله يعني بنساعدك. طيب، البورد الأمريكي لمكافحة العدوى، أنت طبعا أنا قدامي هنا تقريبا حاجة و30 participants. كم منكم beginner؟ يعني كم منكم أول مرة يدخل داخل يتعرف على البورد الأمريكي؟ يعني حد كده اللي هو اللي داخل أول مرة أو اللي بيحاول أول مرة بيحاول يتعرف على البورد الأمريكي من مصدر يعني إلى حد ما موثوق، اللي هو إحنا يعني لا نزكي على الله أحدا، يقول إن هو أول مرة يدخل أو هو عايز يتعرف. يعني أنا عايز أعرف كم من ال 30 فرد اللي معانا او الاكثر شويه اول مره يسمع عن الفيشن كنترول، او اول مره يعني زي ما بيقولوا باللغه العربيه يغوص في هذا المجال. طيب امال، شكرا يا امال، ظهور، تمام. يعني مجرد اديني نوت ان في ناس لسه عايز اتعرف عليه عشان نتكلم بالتفصيل اكتر شويه، لان اكيد في ناس عندها فكره عن الموضوع. ف اول مره دكتوره سوريا، اهلا بيك. نادى عارف معلومات بسيطه، اهلا بيك يا نادى. طيب يعني عدد يعني لا باس به من البيجينر اللي هم عايزين يعرفوا ايه هو البورد الامريكي. الناس عماله تتكلم عنه، ايه هو سي اي سي ده، ولا ايه سي بي اي سي، ولا ايه الايبك، ايه الكلام ده كله، وايه دوره، وهل يستحق ان انا اخد مجال في يعني ابني كارير في هذا المجال، هل ده مستقبله جاي ولا مضيعش وقتي، يستحق المذاكره، يستحق ان انا اغير شيفت ابقى شغال في حاجه. من فتره طويله احمد الزهران، اهلا بيك يا احمد، ان شاء الله بالتوفيق. طيب احنا هنتكلم عن كل حاجه، هنديكم كل ما نعرفه، لن نبخل بمعلومة صغيرة أو كبيرة على أي أحد، سواء يعني المصلحة العامة أو الوجه العام. دي التعريفات اللي إحنا بنسمعها كتير، سي بي أي سي، سي أي سي، إيبك، أي بي، دي مصطلحات كتير أوي هنسمعها في هذا المجال. البورد الأمريكي لمكافحة العدوى اسمه السي أي سي أي سي، اللي هي شهادة مكافحة العدوى، رقم 2 في السلايد اللي قدامكم دي، Certification of Infection Control، شهادة مكافحة العدوى، ده بنسموه احنا بنسميها بالعربي البورد الأمريكي لمكافحة العدوى، سي أي سي، الحروف الأولانية من Certification of Infection Control. فأنت بتاخد شهادة مكافحة العدوى، احنا بنسميها بالعربي البورد. البورد اللي هو إيه؟ البورد اللي هو اللي فوق بقى، اللي أول حاجة سي بي أي سي، اللي هو الجهة أو المجلس اللي بيدي الشهادة. Certification Board of Infection Control، ده مجلس اللي بيدي الشهادة، البورد اللي بيدي الشهادة.
في البورد العربي والبورد السعودي والبورد البريطاني والبورد مش عارف ايه، تمام؟ البورد اللي هو المجلس مجلس اللي بيعطي هذه الشهاده اسمه سيرتيفيكيشن بورد انفكشن كنترول او سي بي اي سي. الشهاده نفسها اسمها سي اي سي اللي هي شهاده مكافحه العدوى. طب الايبك دي الجهه زي النقابه كده بالنسبه للمصريين، او النقابه او الجهات الجمعيات الصحيه بالنسبه للدول العربيه. الاسوشيشن فور بروفيشنالز ان انفكشن كنترول، رابطه ممارسي مكافحه العدوى. زي نقابه، تعرف نقابه الاطباء، نقابه الصيادله، نقابه الاسنان، نقابه التمريض، رابطه ممارسي مكافحه العدوى. اللي بيتخرج من السي اي سي بيدخل هذه الرابطه، بيبقى عضو. عارف الجمعيه السعوديه مش عارف ايه، والجمعيه المصريه ايه، والجمعيه الاماراتيه ايه، والجمعيه وهكذا، او النقابه كذا، او جهه ما، جمعيه ما، او جهه ما علميه يجتمع فيها خريجي سيرتيفيكيشن اوف انفكشن، خريجي البورد الامريكي للمكافحه العدوى. تمام؟ بدي المصطلحات عشان بس ما نبقاش كونفيوزد. سي بي اي سي البورد اللي بيدي الشهاده، السي اي سي الشهاده نفسها. الايبك دي جمعيه اللي بعد ما تاخد الشهاده هتبقى ممبر في جمعيه رابطه ممارسي مكافحه العدوى، دي رابطه عالميه. الاي بي مسمى العاملين في مجال مكافحه العدوى المستشفيات اسمهم انفكشن بريفنشنست. كان زمان طبعا هتلاقي دلوقتي اسماء اي بي سي، انفكشن بريفنشن اند كنترول براكتيشنر. انفكشن بريفنشن اند كنترول براكتيشنر، يبقى احيانا بيسموهم اي بي سي، واحيانا في مستشفيات ثانيه اي سي بي، انفكشن كنترول براكتيشنر. ولكن الاسم المحبب في امريكا الانفكشن بريفنشنست، هو اللي بيشتغل في منع العدوى. ماشي؟ فما تلاقي كتير جدا اي بي اسمها انفكشن بريفنشنست. ولكن في نفس الوقت هتلاقي بعض المستشفيات في امريكا وكندا وبريطانيا وفي دول عربيه بتسميهم اي سي بي انفكشن كنترول براكتيشنر، او اي بي سي انفكشن بريفنشن اند كنترول براكتيشنر. مسميات مختلفه، المهم ايه؟ المهم المعنى. فدي المصطلحات. انت هتقدم ايه؟ هتقدم على عشان تاخد البورد الامريكي اللي هو اسمه سي اي سي، الجهه المانحه سي بي اي سي. بعد ما تتخرج هتبقى ممبر في الايبك. فيكشن بريفنشنست ده مسمى العاملين في مجال مكافحه العدوى في المستشفيات. ماشي؟ طيب هل يستحق، قبل ما نخش في الاستاذ الثانيه، هل يعني يستحق ان انا ادخل في هذا المجال؟ بدايه in general you have to like this specialty. انت تحبها الاول، عشان تحبها تتعرف عليها طبعا، محدش بيحب واحد من غير ما يعرف، حد الانسان عدوه ما يكلم. لازم تاخد تفاصيل قبل ما تقرر تحبها وتكره، تاخد تفاصيل. مجال مكافحه العدوى is gaining importance بعد الكوفيد 19 وبعد دلوقتي المونكي بوكس والمشاكل اللي هتحصل، والناس بعد ما الناس اعتقدت انه بالتطعيمات تم القضاء على الامراض المعديه، والان علينا الالتفات الى الامراض المزمنه زي السكر والضغط وامراض القلب والستروك، فجاءتهم الحقيقه ان الامراض المعديه مستمره والاوبئه القاتله مستمره. يبقى مجال مكافحه العدوى مجال مربح، يستحق ان انت تتخصص فيه، يستحق ان انت، وبعدين فرصه قائمه وكثيره فيه. انا اول مره شفت اطباء سعوديين بيتخصصوا بعد ما كانوا لا يتخصصوا الا في مجالات اخرى، اصبحوا يتخصصوا في الانفكشوس ديزيز والانفكشن كنترول والبريفنتف ميديسن. البورد هنا في المملكه العربيه السعوديه وفي كثير من الدول العربيه بل ودول العالم اصبحوا يتخصصوا في مجالات الامراض المعديه. ليه؟ لان الكوفيد اعطاهم درسا لن ينسوا. طيب يبقى هل يستحق المجال؟ يستحق. طيب هل انا يعني اشجع يعني اي سبورت يور تشويس تو جو ثرو؟ لازم تكون حابه. الحب ده بقى من عند ربنا، انت حابب تشتغل في المجال ده خلاص اشتغل. الاول تجمع معلومات كويسه عنه، وبعد كده اذا كنت حابه تكمل فيه. مستقبله مضمون، مستقبله على الاقل لن يقل عن باقي البرانشات التخصصات الطبيه والصحيه والصيدلانيه والتمريضيه والحاجات دي. تمام؟
الناس بتهبط عليه دلوقتي، بالاضافه الى ان ما فيش، كان زمان المستشفى، المستشفيات الخاصه بالذات اللي هي اكثر من المستشفيات الحكوميه، هي بتتغاضى عن انها تعين لديها انفكشن، تعمل انفكشن كنترول ديبارتمنت وتجيب ستاف تشتغل. دلوقتي بالجهات اللي هي السباهي والجي سي اي والاكريديتنج ايجنسي، الجهات التي تمنح الاعتماد هي تشترط تعرف الجي سي اي لما بتيجي عندنا المستشفى او بتيجي المستشفى بصفه عامه، عندهم اربعه مين سيرفيو، واحد منهم انفكشن كنترول، يعني مستشفى طويله عريضه 1000 سرير وجايبين جايين يفتشوا على اربعه مين سيرفيو، منهم واحد انفكشن كنترول. يبقى اذا انفكشن كنترول اصبح احد الاعمده الرئيسيه في المستشفيات كبيرها وصغيرها، يبقى انت هتاخد مجال مهم ومجال مرغوب ومجال مطلوب وهتلاقي وظيفه فيه كويسه، ولكن يو هاف تو، يعني يو هاف تو ليرن، يو هاف تو ترين يور سيلف، تتعب على نفسك شويه، تشتغل، تذاكر، تحضر، تتمرن، تمام؟ عشان تحصل على الخبره الضروريه وتثبت نفسك في هذا المجال. طيب المجال ممكن اشتغل فيه كانفكشن كنترول من اي حته، انت كطبيب ممكن، كصيدلي ممكن، كاسنان ممكن، كتمريض ممكن، حتى كمعهد صحي في اي مجال اخر، المهم هيلث ريليتد فين، اي انت بكون لازم تبقى خريج مجال صحي، تمام؟ عشان تحصل على هذا التخصص وتكمل. هندخل بسرعه على طبعا الحاجات دي انا بقولها بس اسنان، لان هي المرض المعدي في امريكا، معدل حدوث العدوى في امريكا في 2011 كان 4%، في 2015 نزل بقى 3.2%، يعني بالادمشن، يعني كل 100 واحد بيدخل المستشفى في امريكا في اول 2015 3.2% بيجي لهم هيلث كير اسوشيتد انفكشن، يعني كل 1000 32 منهم بيجي لهم انفكشن، 99,000 بيموتوا سنويا في امريكا، تكلفه عاليه جدا تصل ل 5 مليار دولار في السنه، تكلفه علاج الحالات او تكلفه العدوى هيلث كير اسوشيتد انفكشن في امريكا تكلفه عاليه. وانا امريكا عارفين امريكا دوله راس ماليه، يعني لو ما فيش حاجه تستحق مكافاه العدوى ما كانوش حطوا فلوس فيها. دوله راس ماليه بتحسب الكوست بينفيت، انا هدفع قد ايه لبرامج مكافاه العدوى هتديني فايده قد ايه؟ امريكا ذات نفسها بتكلف 5 مليار دولار، 99,000 وفاه، ومليون و700 الف امريكي بيصابوا بعدوى المستشفيات، لا ده العمليه خطيره، لا اصرف عليها شويه واعمل الاقسام واعمل سيرتيفيكيشن وادرب الناس عشان امنع هذه الاحداث الخطيره. ايه هي العدوى المنتشره في امريكا وفي دول العالم؟ اكثر عدوى المستشفيات ايه؟ وسوء، برافو يا احمد، يا سوء استخدام المضادات الحيويه سبب كبير في زياده العدوى، طبعا في زياده العدوى وزياده المقاومه للمضادات الحيويه. طيب ايه هم اهم عدوى المستشفيات؟ اهم انواع، اهم الانواع التهابات المسالك البوليه الناتجه عن الاساطر البوليه، التهابات الدم الناتجه على السنترال لاين، وعدوى العمليات الجراحيه سيرجيكال سيرفيس، والالتهاب الرئوي الناتج عن التنفس الاصطناعي، اجهزه التنفس الاصطناعي، و ام دي ار او بقى اللي هو مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم اللي هي الاورجانيزم اللي هي مقاومه للمضادات الحيويه. في امريكا اكثر حاجه ايه؟ اكثر حاجه في الادلت تراكت انفكشن، واكثر حاجه في الاطفال البلاد ستريم انفكشن. ده في امريكا معلومه على جنب، احنا نقولها ان شاء الله في احنا بنشرح الكورس فيما بعد، ولكن بديك فكره عامه. The five most common causes of healthcare acquired infection، استخدام الاجهزه القسطره او الجهاز التنفس الصناعي او العمليات الجراحيه او الابر حقن يعني او الادوات الغير معقمه او انتشار امراض من شخص لشخص داخل المستشفى زي الكوفيد 19. دي اسباب عامه وفكره عامه. السؤال بقى اللي بعد كده اللي المهم عشان النهارده الاورينتيشن،
واي سيرتيفيكيشن. ليه انا بقدم على البورد؟ عايز البورد ليه؟ لازم تحط هدفك. عود نفسك داخل على حاجه يو هاف تو هاف ان اوبجيكتيف اي جول. ما تدخلش كده زي الناس ايه زي معلش يعني اللفظ زي القطيع. الناس داخله وانا هاخد المعامله. انت عايز ايه؟ انا عايز اخد شهاده ليه؟ اي شهاده لازم عايز منها نولج معلومات وسكيلز مهارات وكومبتنسي اكسبيرينس وتريننج وايفيدنس بيز براكتس امارس كويس جدا. واهم حاجه بقى الجوبس الوظيفه. عايز وظيفه كويسه دوميستيك او انترناشونال. وفي الاخر عايز ايه؟ فلوس. كل حاجه بقيمتها في الحياه. لا يوجد شيء مجانا في هذه الحياه. اتعب هتلاقي، مش هتتعب مش هتلاقي. فربنا حط اسباب الحياه فيها، اخذت بالاسباب ان شاء الله ربنا يوفقك. يبقى الهدف من الموضوع ده ان انا ابقى اول حاجه ابقى عندي كونفيدنس ان انا متخصص تخصص كويس الناس كلها محتاجاه. اثنين الاقي جوب كويس. ثلاثه اخد فلوس كويس. تمام؟ دي هدف السيرتيفيكيشن. وبمناسبه الفلوس لما دور في امريكا على الناس، الناس كانت بتاخد 68000 دولار في السنه، بعد ما عمل سيرتيفيكيشن بقت 85000 دولار في السنه. يعني كان بياخد في وظيفته الاولانيه 68000 دولار، لما غير الانفكشن كنترول وبقى سيرتيفايد واشتغل في مجال جديد وصل 85. يبقى بيقول لك ان السيرتيفيكيشن ان الشهاده اللي بتحصل بتحصل عليها دي في المجال ده بتزود مرتبك وتزود وضعك في الوظيفي في اي مكان تعمل. طيب الشهاده كمان في امريكا لقوها ايه؟ هل هي لها تاثير على الممارسه؟ طبعا تعمل امبروفنج للكلينيكال اوت كم، تحسن. انت لما تاخد شهاده يعني عندك معلومات، يعني عندك اكسبيرينس، يعني هيبقى الكلينيكال اوت كم بتاع البيشنت كويس، هتعمل اديوكيشن كويس للطب في المستشفى، هتعمل سيرفيلنس كويس، هتتابع الحالات كويس، هتعمل انتي بايوتيك بوليسي كويسه، فالمريض المرضى هيشفوا. امبروف كلينيكال اوت كم. ماشي؟ بيتر ابيلتي تو مانج سيمبتومز اند مور نولج ريجاردنج براكتس لور ريت اوف انفكشن ان جنرال. وابحاث كتير اتعملت على هذا المجال ان السيرتيفيكيشن الشهاده بتاعت الرعايه دي بتحسن الاداء وتقلل معدلات العدوى للناس اللي هيشتغلوا وعندهم خبره وعندهم معلومات. طيب السؤال بقى المهم، ايه هي الشهادات اللي بتعطى من هذه الجهه؟ البورد الامريكي ده بياخد شهادات ايه؟ اللي هو السي بي اي سي، البورد المجلس الامريكي ده، ايه انواع الشهادات اللي بيديها لنا؟ ايه الشهادات اللي بيديها لنا اللي قدامنا؟ اول حاجه حاجه اسمها اسوشيت انفكشن انفكشن بريفيشن اند كنترول سيرتيفيكيشن. انا بسمي الشهاده دي للهواه. هواه يعني واحد شغال في مجاله سواء طبيب جراحه او نساء او بطنه او ممرض او صيدلي او اسنان وحاب ياخد فكره عن انفكشن كنترول، فيقوم داخل على اسوشيت اي بي سي ومش عايز يغير بس عايز ياخد شويه معلومات كده وايه هاوي. انت عارف الهواه فرق بين الهاوي والمحترف. الهاوي عايز ياخد شويه معلومات. ف بيدخل الشهاده دي، الشهاده دي 250 295 دولار، امتحان ساعتين 100 سؤال. الشهاده دي شغاله ثلاث سنين لا تجدد مره واحده، شارع سد كده. ده راجل شغال في مجاله ومبسوط كل حاجه بس ايه حب يستزيد فيعرف شو يعني فيكشن كنترول، فيدخل اسوشيت اي بي سي امتحان 100 سؤال ساعتين 295 دولار، بياخد شهاده ان هو اسوشيت يعني زميل مكافحه عدوى ثلاث سنين ولا تجدد وخلاص يبقى خد فكره وتبقى عنده في السي في وخلاص. دي شهاده من الشهادات اللي حابب اهلا وسهلا. تمام؟ طيب الشهاده الثانيه لونج تيرم كير سيرتيفيكيشن، دي لسه جاي جديد. شهاده احنا عندنا امريكا فيها دور مسنين، دور مسنين بقى في امريكا دلوقتي طبعا هي منتشره قوي في الدول العربيه عشان طبعا الوازع الديني والوازع الاخلاقي والوازع الاجتماعي وبر الوالدين والى اخره، سواء في الدين في الدين الاسلامي او في الدين المسيحي. ف في امريكا منتشر دور المسنين. دور المسنين بقى توسعوا فيها كده. فبداوا يفكروا في اعطاء شهاده اسمها لونج تيرم كير سيرتيفيكيشن. اللونج تيرم كير سيرتيفيكيشن دي شهاده خاصه بمكافحه العدوى لكي تعمل في امريكا في مجال
دور المسنين او رعايه المسنين، وهنتكلم على كده لسه جديد على فكره، هيعملوا يعني خلال الشهور القادمه هيبداوا فيه. الشهاده الثالثه سي اي سي اللي احنا بقى بنتكلم عليها، سي اي سي اللي هي انيشال سيرتيفيكيشن، الشهاده اللي هي انيشال البدايه، احنا بنسميها الشهاده البدايه انيشال. انيشال سيرتيفيكيشن دي تشترط انك انت تكون اشتغلت في الانفكشن كنترول 1 فول يير او بارت تايم فور 2 يير، تمام؟ اشتغلت مكافحه عدوى سنه كامله متصله او بارت تايم بس 2 يير، ودي طبعا محلوله، طبعا الناس هتقول لك انا مش شغال وانا عايز مش عارف ايه والقصه كلها. في كتير طرق كتير جدا لايجاد حل لهذا الموضوع عشان تدخل الامتحان. الشهاده الرابعه بقى ان انت بعد ما عدى لك 5 سنين تعمل ري سيرتيفيكيشن بعد 5 سنين. شهاده سي اي سي دي فاليد فور 5 ييرز 5 سنين. في نهايه السنه الخامسه ديسمبر واحد قبل ديسمبر 31 من السنه الخامسه لازم تكون عامل ري سيرتيفيكيشن تجديد الشهاده. مش حاجه اسمها في امريكا انك تاخد شهاده لما تطلع في البكالوريوس وتعيش عليها لحد ما تطلع على المعاش، مش كلام. ليه؟ لان العلم متجدد، في ناس بتقعد خلاص تنام على الشهاده تقول لك خلاص ولا يروح ولا يجي ولا يجدد. الطب بالذات ولا المجال الصحي بصفه عامه محتاج ابديتس على طول. فامريكا ليس لديها شهاده من بعد التخرج صالحه الى المعاش، حتى البورد في البطنه والجراحه والحاجات دي كلها كل 10 سنين، بعض ده كل 10 سنين وبعض ده كل 5 سنين لازم تجدد، تدخل امتحان ثاني وتجدد شهادتك. ليه؟ لان هناك جديد يوميا ان لم يكن لحظيا، تمام؟ فهنا في الشهاده دي الشهاده اللي تحصل عليها اللي هي البورد الامريكي اللي هو سي اي سي صالحه 5 سنين. في نهايه السنه الخامسه بتدخل بتجدد ري سيرتيفيكيشن. الري سيرتيفيكيشن كان فيه امتحان ما زال موجود، وحاطط لك اوبشن ثاني انك تاخد تحصل على ساعات تدريبيه. يعني زي سي ام اي كده مجمع بشكل معين، لها اسم مختلف عندهم في الايبك، ولكن انت بتحصل على ساعات تدريبيه ممكن تجدد بدون الامتحان او تدخل الامتحان وتلاقي تمام. دي الشهادات اللي قدامنا اللي بتتقدم من السي بي اي سي، يا اسوشيت اي بي سي زميل مكافحه عدوى، يا لونج تيرم كير سيرتيفيكيشن شهاده مكافحه العدوى بدار المسنين، دور المسنين، دور الرعاية الصحية للمسنين، دور المسنين بس مش إقامة، دور المسنين رعاية صحية، أو شهادة البورد اللي إحنا عارفينها، أو تجديد شهادة البورد كل 5 سنين، دي الشهادات اللي طبعًا إحنا بالنسبة لنا كلنا هنختار السي أي سي. ليه؟ لأن اللونج تيرم كير سيرتيفيكيشن دي متخصصة شوية ومجال معين محدد، طب ما ناخد السي أي سي. حد هيقول لي طب لو خدت سي سي ينفع اشتغل؟ اه ينفع تشتغل في اللونج تيرم، اللونج تيرم كير فاسيلتي اللي هي دور المسنين، سي اي سي خدتها تنفع تشتغل في اي اي مكان. طيب اللونج تيرم كير اكزامينيشن هناخد فكره عنها سريعه كده لانها لسه جديده. امريكا فيها لونج تيرم كير هوم، جمع المعلومات دي بقولها لك ليه؟ هتلاقي في الاسئله وانت بتمتحن حاجات تبقى انت اورينتد، لان عارفين في بارير، هنتكلم المره دي عن بارير، حواجز قدامك في هذا الامتحان. من ضمن البارير انت مش فاهم الحياه في امريكا، لان الناس ما راحتش امريكا مش فاهم، عندهم لونج تيرم كير هومز، دول مسنين ممتد عندهم الناس مسنه، يعني امريكا الناس عندهم 90، الناس عندهم 80، الناس عندهم 100، عدد كبير جدا. كذلك بريطانيا عارفين الملكه اليزابيث في اخر احتفال طبعا وصلت سن كبير جدا، فعندهم بدا موضوع المسنين يكثر العدد فبداوا يهتموا بهذا المكان. الناس دول بيسموهم unable to live independent، ما يعرفوش يعيشوا لوحدهم، لازم يعيشوا في دور معينه وحد يراهم. لقوا انه من 1 ل 3 مليون انفكشن بتحصل في الدور دي، ماشي؟ فعملوا بقى، قالوا بنعمل شهاده، والشهاده اللي هتبقى 150 سؤال وثلاث ساعات و 305، نفس القصه بتاعت سي بالك بس ده هيسموها لونج تيرم كير اكزامينيشن. طبعا الشهاده دي هتبدا لسه ويل بيجين اون جولاي 13، يعني الشهر الجاي هتبدا في يوليو 22، ماشي؟
وهيقفلوا الابليكيشن في اكتوبر 3 ماشي، والبيتا تيست طبعا تكلفته هنا بقى عاملين تخفيض $100 هو 375 ريجولار، ولكن المره دي كمان لسه باقيين فيه وهيعملوا بيتا تيست. بيتا تيست يعني ايه؟ يعني هيجربوا في بعض الناس البولنتير اللي هم هيدخلوا الامتحان دول، فيعملوا لهم تخفيض $100 ليه؟ داخل على اسئله ما انت عارف جديده لسه، فهيبقى الامتحان ب $275 ماشي. الاختبار نفسه بقى هيحصل من 15 سبتمبر لاكتوبر، من 15 سبتمبر لاكتوبر، من سبتمبر 15 لاكتوبر 15 ماشي. يبقى انت هتقدم من اول جولاي 13 وتمتحن فتره من سبتمبر لاكتوبر، ونتائج تظهر بعد كده، ويبقى عندك يبقى انت سيرتيفايد باللونج تيرم كير سيرتيفيكيشن ماشي. الامتحانات بقى الريجولر الحقيقيه النظاميه هتبدا ان شاء الله في فبراير 2023، ويبقى عندك لونج تيرم اللي حابب يعني لونج تيرم كير. طبعا حد يقول لي ايه رايك، اقول لك ركز على السي اي سي، خلي الحاجات دي ليتر اون لما نشوفها ايه اللي هيحصل. طيب عشان تدخل الامتحان السي اي سي محتاج تقدم ايه؟ اللي انت محتاج تقدمه، محتاج تعمل ابلكيشن اونلاين، محتاج تقدم اقرار اسمه اتستيشن ستيتمنت توقعه من المشرف، مشرف منطقه العدوى اللي انت بتشتغل معاه. ليه؟ لانه الامتحان ده بيفترض انك شغال في منطقه العدوى بقالك سنه، او شغال بارت تايم بقالك سنتين، يبقى في مشرف كوردينيتور، في هيد، في سوبرفايزر، فهيكتب لك ان انت اشتغلت في مجال منطقه العدوى ويوقع لك تمام. يبقى اتستيشن ستيتمنت النموذج ده موجود في الموقع وموجود عندنا، وانت بتقدم لازم تقدم الورق، النموذج بيتعبى ويتوقع من المشرف. اثنين، بروف ديجري شهادتك، شهاده تخرج. الناس اللي متخرجه وعندها شهاده باللغه العربيه تترجمها، ويفضل دلوقتي الجامعات بتطلع شهادات باللغه الانجليزيه، تطلع شهادتك باللغه الانجليزيه، شهاده التخرج بتاعتك تكون موثقه كل شيء. ثالث حاجه، السيره الذاتيه، لازم تعمل ابديتد سي في. رابع حاجه، الجوب ديسكريبشن، انت الجوب ديسكريبشن بتشتغل ايه في المستشفى اللي انت فيه، او في العياده اللي انت فيه، او في المجال اللي انت فيه. والجوب ديسكريبشن لازم يكون على ورق رسمي وممضي من الاتش ار او المجال اللي بتشتغل فيه. كان الاول جوب ديسكريبشن كان الناس بتكتبه، حصل تغير في السنه الاخيره خلى الجوب ديسكريبشن على ورق رسمي ومكتوب ومتوقع عليه بشكل رسمي تمام. و $375 ده رسوم الامتحان، ده المطلوب منك عشان تدخل البورد الامريكي. فمطلوب منك ايه؟ تدخل على cbic.org الموقع، وتختار initial certification، وتبدا تعمل ابلاي اونلاين. هتدخل الاول اسمك، وهتدخل الايميل بتاعك، هيبعت لك لينك على الايميل بتاعك، تبدا بقى ايه تعمل ابلكيشن، وتكون انت مجهز اتستيشن ستيتمنت بي دي اف تعمل لها ابلودنج، تكون مجهز شهادتك عاملها بي دي اف تعمل لها ابلودنج، تكون مجهز السي في بتاعتك تعمل لها ابلودنج، تكون مجهز الجوب ديسكريبشن تعمل لها ابلودنج، تقدمهم كلهم تدفع $375 في خلال 7 تو 10 دايز، هيجي لك رساله ان انت قبلت او في ورق ناقص بالكامل. يبقى دي الاوراق اللي احنا محتاجينها عشان نقدم فيها. كله اونلاين دلوقتي يا جماعه، محدش بيروح يقدم ورق ولا اي شيء. الاربع حاجات دول، السيشن ستيت وشهاده التخرج والسي في والجوب ديسكريبشن، دول اربع حاجات. تروح اعملهم بي دي اف سوفت كوبي. وبعدين اعمل اونلاين ابلكيشن واعمل ابلودنج للشهادات دي. وابعث اول ما يوافق تقول لك ادفع الفلوس، تدفع $375 بالكريدت كارد، ما معكش كريدت كارد اي حد يدفع لك وانت تدفع له المبلغ. فدي الاوراق اللي احنا محتاجينها. الامتحان اونلاين ولا حضوري في جهه معتمد؟ انا هفتح الاجابات في الاخر. الامتحان يا جماعه في جهه، في مركز، مراكز الاميديست في القاهره، هورايزون في السعوديه، مش عارف فين في الامارات، مش عارف فين في عمان. هم هيقول لك مجرد ما تخلص اوراقك هيقول لك انت ساكن فين، هتقول له انا ساكن في مدينه كذا، يقول لك جنبك المركز الفلاني والمركز الفلاني والمركز الفلاني بيعمل امتحان، اختار واحد، وبعدين تتواصل مع المركز يحدد لك موعد، اختار الموعد وخلاص يبقى انت اخترت الموعد للامتحان. يبقى دي خطوات التقديم زي ما قلنا. تدخل على cbic.org
تختار الانيشال اكزام او انيشال سيرتيفيكيشن، وبعد كده بيبعت لك ايميل فيه اللينك، تدخل على اللينك كامل الابلكيشن، وبعد تعمل ابلودنج للشهادات بتاعتك، يقول لك اوكي في خلال 7 7 تو 10 دايز بزنس داي، ايام عمل يعني 7 ل 10 ايام بزنس داي، يرد عليك معايا ماجستير مكافأة عدوى من جامعة المنصورة، محتاجة أوراق إيه؟ محتاجة كل الأوراق. حد طبعا هيعتقد إنه خد ماجستير من جامعة في دول في إحدى الدول العربية فهيحذفوا له حاجة، لا مش الكلام ده عندهم. أنت معاك ماجستير مكافأة العدوى دي خلاص كريدت ليكي يعني شهادة معاك. لكن السي أي سي هم الأربع حاجات اللي قلنا عليهم. أتستيشن ستيب والجراديويشن سيرتيفيكيت والسي في والجوب ديسكريبشن. ممكن تعيد شرح ستيتمنت اتستيشن ستيتمنت يا جماعه نموذج فورم نموذج موجود هنشوفه في الاستاذ دي نموذج موجود كده بيقول ايه مكتوب فيه ان المشرف بتاعك اللي بيشتغل معاك مكافحه العدوى بيقول ان هذا الشخص اشتغل في مجال مكافحه العدوى في السب سبيشاليتي دي ودي 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 وكان اداء ممتاز بيكتب اسمه والايميل ورقم تليفون بحيث لو حبوا يتاكدوا ان الشخص ده فعلا عمل كده يبعتوا له ايميل بيرد ان عليهم ان هو فعلا هو شغال مكافحه. لان زي ما قلنا امتحان السي اي سي بيشترط ايه؟ 1 فول يير براكتس او 2 يير بارت تايم. الرساله يعني ايه الرساله ينفع المشرف والدكاتره يبدو مش فاهم؟ يعني السلام عليكم. عليكم السلام. يعني دلوقتي انا معايا ماجستير وقايه، ينفع اللي هو دي الشهاده، ما دي شهاده جامعه المنصوره معاها اكريديتيشن اصلا، ايوه ولا مش جامعه المنصوره معاها الاعتماد اعتماد الجوده، طيب فالشهادات اللي فيها يعني انت قصدك الشهاده اللي معاك كافيه ولا انت قصدك الشهاده يعني تقديمي انا بيها؟ دلوقتي عايزه ادخل الامتحان، حضرتك قلت لازم ورقه ممضيه من مشرف ومترخه وكده انك انت اشتغلت في مكافحه العدوى، ما هي الرساله اصلا لما يكون معايا ماجستير الرساله عن مكافحه العدوى اصلا، يعني انا رسالتي عن فيروس تي مثلا، رسالتي عن ان انا اعمل بريفنت الفيروس تي، دي تعتبر اللي هي ممكن تبقى اللي هي الشهاده المعتمده من المشرفين والدكاتره المشرفين على الرساله يمضوها لي، ولا لازم من مجال عمل؟ لا من قسم مكافحة عدوى. طيب ما انا فهمت قسم سؤالك. مكافحة في مستشفى ولا في كلية؟ يعني ما في مكتب؟ في اي قسم مكافحة عدوى. سواء في عيادة خاص او في كلية او في اي مكان اسمه القسم المشرف بتاعك في مكافحة العدوى مشرف عليكي في المجال. يا جماعة الشهادة رسالة أكاديمية، رسالة البحث، رسالة بحث فقط. مش ممارسة مكافحة أيوة. عدوى. هم عايزين ممارسة مكافحة العدوى تمام؟ لازم تجيبي الاتستيشن ستيتمنت نموذج ستاندرد فورم شهادة نموذج مطبوع هنشوفه في السلايد اللي جاي. النموذج ده حد بيملاه، اللي بيملاه ده طبعا رقم واحد اللي شغال في قسم مكافحة العدوى. هتلاقي احد الدكاترة مثلا هيد اوف انفكشن كنترول ديبارتمنت في الجامعة، مستشفى الجامعة، يوقعوا لك انت اشتغلت معاهم بس يقول ان دي اشتغلت معانا. او كوردينيتور او حتى براكتيشنر من اللي شغال في المهم حد شغال في المكان تمام ويكتب ان هو السوبرفايزر ده بتاع الانفكشن كنترول ان هو شغال في المجال ده. هي طبعا بتقصد ايه؟ بتقصد ان هي سجلت ماجستير مكافحه عدوى، هي ما اشتغلتش بس سجلت ماجستير مكافحه عدوى. فالدكاتره المشرفين طبعا الدكاتره المشرفين هتلاقيهم من الميكروبيولوجي ساعات ومن البريفنتيف ميديسين ومن ديفرنت يعني كاتيجوريز. هل دول ممكن يقولوا ان هي اشتغلت مكافحه عدوى؟ والله لو قالوا ان انت اشتغلت مكافحه عدوى خلاص يعني هم طبعا في تشيك بس مش كتير يعني بيجي لي احيانا بكتب ريكومنديشن للناس فبيشيكوا عليا بيبعتوا لي ايميل بتاع الراجل ده او تعرف الكانديديت دي اشتغلت بقول لهم اي فخلاص احيانا واحيانا كتير ما بي ماشي. فده اسمه اتستيشن سيتمنت. هنشوف النموذج بس خلينا شويه. النموذج بيتوقع من حد شغال في مكافحه العدوى يقول لك ان اشتغلت في مكافحه العدوى. الافضل ايه؟
انه يبقى شغال في قسم مخدرات عاده، مستشفى جامعه، مستشفى خاص، عياده خاصه، اي حد اسمه انفكشن كنترول. تمام؟ طبعا هل المشرف بتاع رساله الماجستير ينفع يوقع انا شغلت مخدرات عدوى؟ ميبي يعني اي كانوت يعني كونفير. تمام؟ ولكن الافضل تجيبها من ما تروح ما قسم مخدرات عدوى، انت بتجمع داتا وعملت رساله اكيد اشتغلت معاك في كافه عدوى، هتروح لاي واحد منهم لو سمحت انا بقدم على شهاده البورد الامريكي وقع لي الشهاده دي، واكتب الايميل بتاعه والتليفون والاشياء دي، بعد كده حبوا يشيكوا على هذا الموضوع تبعت الشهاده دي، تعرف الزميله دي اعرفها خلاص الدنيا ماشيه. يبقى دي الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها، يبقى ببساطه جدا دي خطوات التاكيد. اول حاجه راجع الاليجيبيليتي ريكويرمنتس، من يحق لهم التقديم. بعد كده اعمل ابلكيشن على الموقع واحط الدوكيومنتس، بعد كده انتظر 7 ل 10 بزنس دايز ايام عمل، لو اكسبتد هاجي لك ايميل ان انت خلاص الامور طيبه، ابدا سكيدول تيست. سكيدول تيست يعني اختار وقت ومكان، المكان ده هتكتب انت اقامتك في دوله ما او في مدينه ما، بيقول لك كم كذا كذا، تدخل تتواصل مع المركز اللي بيعمل الامتحانات يحدد لك ميعاد الامتحان. دي خطوات التقديم بصفه عامه. ماشي؟ طيب اول ما تخلص الابلكيشن بتاعك واكسبتد، لازم تقدم على الامتحان في خلال 90 يوم، 3 شهور، قدامك 3 شهور تقدم على الامتحان في خلال 90 يوم. لو ما خدتش في 90 يوم هيعتبروا ان انت لابست يعني عدى الوقت عليك. انت بتعمل ايه؟ انت اكسبتد خلاص في خلال 3 شهور هتاخد، هتحدد موعد الامتحان. بعد كده حبيت تاجل بقى يعني اتس اوكي، يعني ممكن تعمل ريسكيدول بعد ما تقدم وتقرب من الامتحان، يكون فاضل على الامتحان شهر او اكتر، ممكن تعدل الموعد وزود التشارج. طب لو دخلت اقل من شهر، اقل من شهر تدفع 30 دولار. طب لو دخلت قبل الامتحان بخمس ايام، دخلت في الخمس ايام وعايز تغير، لا مش هيغير لك حاجه، فلوسك راحت عليك والاوراق راحت عليك ومحتاج تقدم من اول وجديد. متى نبدا في الاوراق؟ لما بتبقى جاهز ابدا في الاوراق. If you are ready هنتكلم دلوقتي، ابدا اقدم امتى؟ اذا كنت جاهز وفت وهتدخل وهتخلص ابدا قدم، وخد ميعاد قريب وتوكل على الله وربنا يوفقك. لسه معاك شويه، ابدا اقرا شويه وجهز نفسك لحد ما تحس انك انت بدأ لحد ما جاهز تبدا تقدم في ال. ماشي؟ طيب دكتوره زينب عامله اعلان عن المراجعه. طيب يعني حدد فيما بعد ان شاء الله. طيب الامتحان ده عباره عن ايه بقى؟ امتحان البورد اللي انا هقوله ده عباره عن ايه؟ الامتحانين الاساسيين اللي هو السي اي سي تيست، ده امتحان 150 سؤال كله ماشي، تمريض، اسنان، صيدله، بشري، معهد صحي، كل ده مقبول انه يقدم امتحان البورد الامريكي لمكافحه العدوى. تمام؟ طيب نفس الامتحان يعني نفس الامتحان ونفس الاسئله ونفس الدرجه، هتبقى في الاخر انت سي اي سي سيرتيفايد او بورد سي انفكشن كنترول بورد سيرتيفايد. ريجاردلس بقى انت معاك ماجستير من هنا ولا دكتوراه من هنا، ده ريجاردلس، ده قصه ثانيه هنتكلم عليها فيما بعد. تمام؟ ابديمولوجي هو اصلا الابديمولوجي ده الكور في راس. انا تخصصي ابديمولوجي، هل استطيع كل طبعا ده انت الاصل الابيديمولوجي يا جماعه، بالذات الانفكشوس ديزيز ابيديمولوجي ده تخصص، ده هو اصلا يعني المين بوزيشن، هو اللي شايل، الله عليك، هو اللي شايل اللي اهو جاب اللفظ. اشكرك يا زهرات. الابيديمولوجي هو اصلا معظم البوزيشنز الكبيره في مستشفيات كبيره في امريكا تسمى انفكشن كنترول او هوستال ابيديمولوجي، انفكشن كنترول ابيديمولوجي. مراقب صحي عادي جدا، مراقب صحي هيلث ريليتد فيلد، انا قلت بيقدم لازم يكون، هنقول دلوقتي الاليجيبيليتي، ويسافر على انه اخصائي مكافحه عدوى عادي جدا. خلوا اسئله بس عشان ما نقطعش يعني، خلينا نخلص وهديكم مساحه نص ساعه في الاخر نسال.
طيب خلاص الكلام ده احنا قلناه. الامتحان بقى البورد عباره عن ايه؟ 150 سؤال 3 ساعات، هم اصلا بيحاسبوك على 135 سؤال من ال 150، وحاطين 15 سؤال كده بيجربوه، كل فتره بيحطوا 15 سؤال في الامتحانات بيجربوه. ايوه يبقى الامتحان 150 سؤال وثلاث ساعات. والحساب الاصلي على 135، ما سيبك من قصه 135 دي، خليها بيننا وبين بعض، لكن الاساس انت قدامك 150 سؤال بفترة 3 ساعات. طيب الريسيرتيفيكيشن بقى اللي هو عايز بعد ال5 سنين ان شاء الله بعد ما تخلصوا عايز تجددهم، برضه 150 سؤال في 3 ساعات، ولكن طبعا ده يعني سيلف اكزامينشن، يعني ممكن تمتحن وانت في البيت، ممكن تمتحن تجاوب على شويه وتكمل الامتحان فيما بعد. عارفين بقى نظام الاوبن بوك والحاجات دي، ده نظام شويه اللي هو الريسيرتيفيكيشن ده ليتر اون. احنا دلوقتي بنتكلم على البورد سيرتيفيكيشن في اول فاضي. طيب طبعا الريسيرتيفيكيشن لازم يكون عدى عليه 5 سنين في المجال، وتكون طبعا خد خبره ما شاء الله كويسه، فبيقدر ينجح يعني ان شاء الله. اهداف الامتحان انك تبقى عندك فكره عن الانفكشوس ديزيز بروسيس، وعندك فكره عن السيرفيلانس سيستم، وعندك فكره عن البريفنشن والكنترول اوف انفكشن، وعندك فكره عن الانفكشن كنترول بروجرام كبرنامج، وعندك فكره عن الاديوكيشن والريسيرش بروجكت في مجال الانفكشن كنترول، وعندك فكره عن الامبلوي هيلث اللي هي رعايه الموظفين العاملين في المستشفى او الستاف، يعني الستاف تبقى فكره ازاي تتعامل مع الناس دول لما بيجي لهم انفكشن او يتعرضوا للاكسبوجر، بنسميها احنا ريسك اسسمنت، كلام كتير في هذا الموضوع. طبعا لو انت عايز بقى الاستاذ ده دي عشان الناس اللي خدت البورد وبعد 5 سنين عايز تجدد، فلازم بقى اخر سنه تجدد مش عارف ايه كده. طب نسبه النجاح بقى، نسبه النجاح عامله ايه؟ النجاح تقريبا فوق ال 70% للسي اي سي وفوق ال 90% للريسيرتيفيكيشن ده في 2018، طبعا متارجح ممكن يبقى فوق ممكن يبقى تحت، فالمتوسط يعني 75% نسبه النجاح في امتحان البورد لاول مره تدخل. اول مره ده بيدخل 100 بينجح 75، كويس نسبه نجاح كويسه. طيب الناس بقى اللي هم ريسيرتيفيكيشن بعد 5 سنين لقوا نسبه نجاح عاليه جدا، لان الناس اشتغلت 5 سنين في المجال فخدت الفكره وطبقوا ما تعلموه، فيعني ثبتت المعلومه. زي ما قلنا قبل كده عايز تأجل بعد ما تحجز امتحان، حصل ظروف عايز تأجل، لو قبل الامتحان بشهر فمفروض أكتر ببلاش، ممكن تغير المعاد. لو دخلت في الشهر بتاع 30 دولار، لو دخلت في 5 أيام ما تقدرش تغير بعد الامتحان وينتهي الأمر. الامتحان عبارة عن إيه هنا يا جماعة؟ الامتحان عبارة عن مالتيبل تشويس، العالم كله دلوقتي مالتيبل تشويس، احنا دلوقتي في دول عربية للأسف إلى الآن تستعمل إيسي كويشنز، السؤال اللي هو جيب انا كون ديسكاس كان ده من زمان. وي هاف تو تشينج المالتيبل تشويس كويشن او ما يسمى بالسنجل بيست انسر، وده كونسيبت جديد للامتحانات. فالامتحانات عباره الامتحان عباره عن 150 سؤال، كل سؤال فيه ستيم اوف ذا كويشن، حيثيات كده 4 5 سطور او سيناريو لحاله معينه، وبعدين يجيب لك اختيارات 4 اختار واحد. تمام؟ وبيحط لك بقى في الاجابات، الاجابات كلها فيها شيء من الصحه، ولكن في واحده ذا سنجل بيست انسر. يعني ده وي هاف تو ترين اور سيلف دلوقتي، الاجيال الجديده المفروض تدرب على الكلام بتاع الديسكاس ويجيب انا اكونت ومش عارف ايه، ويقعد يكتب 4 5 صفحات، الكلام ده انتهى من العالم كله. تمام؟ ف هناخد امثله كده الاسئله اللي بتيجي. مثال زي ده مثلا، يعني عايز يعرف كده يجاوب في الشات جنبي. برايمري ايمون ريسبونس افتر اكسبوجر تو كوميونيكابل ديزيز باثوجين اور فاكسين از برودكشن اوف. ده مثال من امثله الاسئله. احمد الزهراني، فراس عادي عادي، انا معايا اثنين، معايا فوق ال 70 بارتيسيبنت في الجلسه دي.
البرايمر ريسبونس افتر اكسبوجر تو انفكشوس ديزيز. يعني اول ما الانسان يصاب بانفكشوس ديزيز بيبان حاجه في الدم، هل الحاجه دي اي جي جي ولا اي جي ام ولا اي جي اي، ميونوجلوبولين يعني ايه ولا ايجلوبولين سي. دي طبعا معلومه لازم نبقى عارفينها، ده سؤال من الاسئله عشان ما ناخدش وقت كتير. طبعا الميونوجلوبولين ام اللي هي نمبر بي، بي از ذا بيست، يعني اللي بيظهر الاول مع تعرض لمرض معدي الميونوجلوبولين ام. طب بعد 6 شهور بيختفي الميونوجلوبولين ام ويبقى الميونوجلوبولين جي. بعد المريض ما يجي له عدوى بقى في سنه ولا في 6 شهور وعملت له انفستيجيشن طلع اي جي جي، ما اقولش ان هو معدي، بيجي حالات من بعض التخصصات الثانيه يقول لك اكتشفنا حاله مش حاجه اسمها حاله اي جي جي معدي. الاي جي جي ده اميونيتي بقى خلاص عنده مناعه. ليه؟ لانه في الاول بيبقى اي جي بقى نيولي انفكت. بعد كده الاي جي الاي جي ام بيبدا ديكلاين ويبدا الاي جي جي يظهر. بعد 6 شهور بيبقى الاي جي جي هو اللي موجود. يبقى الاجابه الصح دي. ده سؤال من الاسئله. طيب السؤال الثاني، ها حد يقول لي الاجابه دي؟ مرض ده عندنا مجموعه امراض، في حاجه اسمها الكوبليك سبوتس. برافو. من الامال، امال ابو شنا. الكوبليك سبوت يا جماعه دي علامه من علامات الميسنز. فين هنا الميسنز في الاسماء دي؟ منال السيد قالت ايوه ايوه. احمد الزهراني ركز معانا يا ابو حميد شويه، تدخل اللي بقالك فتره في الانفكشن كنترول دخل على الامتحان. ايوه. امال ابو شنا جاوبت لنفسها برضو. طه فاو ايفون روبيل، الروبيلا ماشي والميسن. طيب يبقى احنا لازم نعرف الانفكشن الباريسيلا دي اسمها ايه تاني؟ لا اسم تاني الباريسيلا، الباريسيلا اسمها ايه تاني؟ الحاجات دي مهمه جدا، مسميات الامراض المعديه تعرف. باريسيلا لها اسم تاني، حد يكتبه لي كده؟ فارسيلا اسم تاني ايه؟ تشيكن بوكس. برافو يا اسراء، اسراء علي اشكرك. فارسيلا تشيكن بوكس اسم المرض المعدي، عارفه ترى شغال في الانفكشن ديزيز او الانفكشن كنترول. الفارسيلا ده اسمه تشيكن بوكس، هو الجديري المائي. ماشي. الروبيلا، الروبيلا دي اسمها ايه؟ اللي هي الجيرمان ميسل، الحصبه الالمانيه اسمها الروبيلا. يبقى الجيرمان ميسل تعادلها هي الروبيلا نفس الاسم. التشيكن بوكس اسمه فاريسيلا. الميسلز اسمه روبيولا. ميسلز روبيولا. يبقى هنا الروبيولا هو الميسل. الكوبليك سبوتس دي يعني بقع كده حمراء تحدث في من داخل الفم من داخل الخد مقابله يعني من داخل الفم يعني في الايرلي دايز اوف ميسلز. حصبة في أول أيام حدوث الحصبة لو الطبيب فتح يعني فم الطفل ووسع كده الخد عن الأسنان في الجنب هيلاقي الكوبليك مقابل الأطراف. ماشي يعني. يبقى دي يا جماعة ده سؤال من الأسئلة. كوبليك سبوت بتظهر فين؟ في الميسل. الميسل فين؟ في دول الروبيولا، لأن الروبيلا الجيرمان ميسل، الفاريسيلا تشيكن بوكس، الكوكسات حاجة تانية. تمام كده. دي حاجه من الاسئله يعني. طيب الاسئله اللي بعدين، ها حد يجاوب على الاسئله دي كده؟ دي من امثله الاسئله اللي فيها. انتي هيباتيتس بي 4 يعني ايه؟ طبعا اللي هو هيباتيتس بي 4 انتي بوت التهاب الكبدي بي مش الوباء. اما احنا بننطق غلط على فكره في اللغه العربيه. التهاب الكبدي الوبائي هو ايه؟ ليه؟ لانه بينتشر بسرعه في اوبئه. التهاب اما تسمع كلمه التهاب الكبد الوبائي ده هيباتيتس ايه بس، انما الهيباتيتس بقى بي والسي والدي والاتش والجي والحاجات دي كلها اسمه التهاب الكبد الفيروس بي. هنا الانتي هيباتيتس بي 4 اللي هو الفيروس التهاب الكبدي بي كور انتي بودي يعني اجسام مضاده
اسمها فور انتي بودي. دي معناها ايه؟ لو مريض عندي فيروس عنده التهاب كبدي بي وحللت له سيرفس انتيجين وسيرفس انتي بودي وفور انتي بودي وفي انتيجين وانتي بودي والحاجات دي كلها، بس لقيت الكور بوزيتيف، ده معناته ايه؟ طبعا ناخدهم واحده واحده كده. انا طبعا ما بنحلش اسئله المرض، بس انا بديكم امثله سريعه. برير انفكشن وذ هيباتيتس بي، ولا ستيتس از هيباتيتس بي كارير، ولا نيو انفكشن وذ هيباتيتس بي، ولا برير ايمونايزيشن وذ هيباتيتس بي. احيي طبعا دي منا فراس. الاجابه ايه يا جماعه؟ ده راجل اكسبوزد لهيباتيتس بي فخد انفكشن، فبقى عنده هيباتيتس بي 4 انتي بودي بروير انفكشن وذ هيباتيتس بي. نيو انفكشن طبعا ستيتس از هيباتيتس بي كارير، دي تعتمد بقى على انه الليفر انزيمز عاليه ولا مش عاليه، ده موضوع ثاني. النيو انفكشن بيبقى دايما هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف. البرور ايمونايزيشن لو هو واخد تطعيم، مش الكور هو اللي بيبقى. ايوه قول يا ابتهال، ابتهال هتقولي حاجه؟ ابتهال شوي كان. طب خلاص يبقى يا جماعه هنا الحاجات دي هنشرح ان شاء الله للناس اللي بتحضر معانا والناس اللي بتتكلم. هنقول الاكسبلانيشن اوف هيباتيتس بي ماركرز، لما تلاقي سيرفس انتيجين بوزيتيف يعني ايه، سيرفس انتي بودي بوزيتيف يعني ايه، اي انتيجين بوزيتيف يعني ايه، اي انتي بودي بوزيتيف يعني ايه، كور انتي بودي اللي قدامنا ده بوزيتيف يعني ايه، تمام. فهنا معناته ايه؟ معناته برور انفكشن اوف هيباتيتس بي، يعني الراجل ده خد عدوى من زمان، تمام. بس لا يعني ان هو عنده مناعه، ولا يعني ان هو خد تطعيم، ولا يعني اي حاجه. دي اسئله ماشي، امثله ثانيه بس عشان الوقت يفهمنا. حد يجاوب على دي كده؟ سؤال من الاسئله. The first step in an outbreak investigation is رغد اختارت سي، إسراء اختارت سي، ظهور اختارت سي. أول خطوة إيه في الأوت بريك يا جماعة؟ انفستيجيشن. عندك تفشي وبائي في المستشفى عندك، وقال لك الحقنا انفكشن كنترول، كلم الانفكشن كنترول تعالوا شوفوا لنا إيه الموضوع، اعملوا لنا أوت بريك انفستيجيشن. أول خطوة بتعملها إيه؟ أحمد الزهراني اختار بي، بيجين كيس فايندينج. أمل اختارت سي. احمد عصام اختار سي. طبعا الاختيار الصح هنا يا جماعه، اول خطوه في الانفستيجيشن كونفيرم ذا اوت، كونفيرم ذا اوت. ليه؟ لان ممكن يكون اشاعه، يقول لك المستشفى مليانه حالات. مش عايز المستشفى مليانه حالات، احنا شغالين على ايفيدنس بيست فاكتس، ايفيدنس بيست براكتس. مستشفى من الحالات دي اللي يقولها الناس اللي بره في الشارع، الرومرز طلعوا اشاعات كتبوا على السوشيال ميديا، لكن انت كهيلث كير ورك انفكشن كنترول لازم تمشي حاجه في ايدك، دوكيومنت ايفيدنت. يبقى اول حاجه كونفيرم الاوت بريك. ازاي تكونفيرم الاوت بريك بقى؟ ده بنتكلم عليه ان شاء الله في الكورس، يعني احنا بنشرح. يبقى اول حاجه تتاكد ان هناك اوت بريك قبل بقى ما تشتغل على الكيس ديفينيشن والكيس فايندنج وتبلغ، ممكن يكون عندك دي اشاعه اصلا وليس حقيقه. يبقى فيرست ستيب از سي. طيب معلش انا خلاص قربنا نخلص، حد يقول لي دي تفشي وبائي من مرض غذائي فود بورن إلنس. الاعراض بدات من ساعتين لاربع ساعات، غالبا بيبقى سببه ايه؟ ايه الاورجانيزم اللي بيعمل المشاكل دي؟ هل هو السالمونيلا؟ هل هو الستاف اوريوس؟ هل هو الفيبريو كوليرا؟ هل هو الكلوستريديوم بيرفرينجنت؟
تسمم غذائي لمجموعة من الناس ظهرت الأعراض في ساعتين لأربع ساعات. ده غالبا إيه يا جماعة؟ طبعا كله بيتكلم على السالمونيلا. اللي جابت السالمونيلا غير صحيحة. الإجابة الصحيحة نمبر بي اللي هي الستاف أوريوس. الستاف أوريوس ليه؟ لأن الستاف أوريوس بتطلع توكسين. التوكسين دي موجودة في الأكل، أول ما بناكل التوكسين بتجيب الأعراض. إنما السالمونيلا دي ما بتجيش إلا بعد 12 ساعة من الأكل، لأن دي بنسميها فود انفكشن. الأورجانيزم نفسه هو اللي بيعمل تكاثر ويعمل مشاكل ويظهر الأعراض. The correct answer in this question is number B. Staphylococcus aureus. تمام؟ الوحيدة اللي استاف اللي بتجيب في ساعتين لأربع ساعات دي لأنها بتطلع توكسينز، والتوكسين بتبقى موجودة في الأكل نفسه أثناء الأكل. دي سؤال من الأسئلة. سؤال برضو حد يجاوب على السؤال ده؟ تركي الزهراني، أمال أبو شنب، ريتال، محمد أبو النجا، بيدو بودا، ظهور خدت سي، حاجة تانية خالص. طيب، anyway شيماء اختارت بي. ذا بيست انسر از بي يا جماعه. ليه؟ احنا قلنا قبل كده اكيوت هيباتيتس اي يعني نيولي انفكشن اوف هيباتيتس اي يعني اي جي ام اميونو جلوبولين ام، واول واحد بيظهر ده معناته اكيوت انفكشن. الانفكشن عدى عليها كم شهور يختفي الاي جي ام ويظهر الاي جي، عشان بس تبقوا عارفين القصه. السؤال اللي بعديه epidemic investigation او اوت بريك investigation. ايه الترايل بتاع الابيديميولوجي واحنا بنعمل انفستيجيشن ابيديمي انفستيجيشن لتفشي وبائي في المستشفى او بره المستشفى او في العياده او في المجمع الطبي او في المركز الطبي. في كده ثلاثي اسمه ابيديميك ترايل. ماشي. تركي الزهراني، بتال، ظهور، فراس، شيماء. طيب anyway هنا طبعا دي حاجه معلومه لازم عارفينها، البيرسون تايم بليس. البيرسون تايم بليس وين وير هو از افكت اللي هو نمبر ايه. بيرسون تايم بليس تمام. يبقى ده اسمه الابيديميك تريل. تمام، ابيديميك تريل. انا بديكم امثله بس عشان تبقوا فاميليار باللي حاصل. اللي السؤال ده حد يجاوب لي عليه؟ دي ال ACIP دي يا جماعه اللي هي هيئه التطعيمات الامريكيه. قالت كل من هو بلغ 65 سنه فما فوق لازم ياخد تطعيمات. حاجه من اللي جايين دول ياخد ايه؟ ها؟ ياخد تطعيمات ايه هنا؟ أمال أبو شنب، شيماء، سكون، معرفش سكون ده إيه بقى، سكون. طيب فعلا نيوموكوك الفاكسين يا جماعة، الإم إم آر بيتاخد غالبا للأطفال والمراهقين وهكذا، ممكن يتاخد برضه للأدر. التي دي أي بي برضه نفس القصة، الفاريسيلا زيهم، إنما نيوموكوك بالذات صحيح بيتاخد للأطفال، ولكن ريكومند يعني confirmed recommended للاولد ايج اللي هو النيموكوكال. دي تقريبا يعني ال انا مش عارف الاسئله كتير ازاي كده. طيب خلاص يعني احنا خدنا فكره عن شكل الاسئله ايه والاسئله المشتركه براجعها فيما بعد. طيب فلوس بقى الامتحان قد ايه؟ $375 اتفحم بالفيزا كام؟ الامتحان عبارة عن
ثلاث اجزاء. دلوقتي في علم الامتحانات، يعني دلوقتي في لجنه، في ناس بتشتغل تحط امتحان بس، مش شغال كل حاجه في الحياه. لا، في دلوقتي بورد او مجلس او جمعيه او جماعه او رابطه قاعدين متفرغين للامتحانات بس. فهنا 25% من الامتحان تعتمد على المعلومه، الحفظ والتلقين، معلومه ريكول. 60% من الامتحان تعتمد على التطبيق، ولذلك الممارس اللي بيمارس في العدوى بضمن له انه ينجح من اول مره. 60%. و15% بقى بيعتمد على العقل النقدي والتحليلي، اناليتيك. يبقى انت لو حفيظ قوي هتجاوب ال 25%، والباقي بقى هتخبط فيه شويه. لو انت راجل شغال في وكالة العدوى هتجاوب 60%، وهتاخد من هنا شويه ومن هنا شويه. لو انت راجل يعني سمارت وانتليجنت وراجل ذكي ونقدي وتحليلي والى اخره، هتجاوب ال 15، وهتجيب بقى حسب الباقي، حسب الظروف. تشتغل من 60 بتحفظ شويه، هتجيب من 25. فهنا دي تقسيمه الاسئله تيجي بهذا الشكل، ماشي؟ الريكول بيعتمد على الميمورايزيشن، حفظ وتحفظ معلومات زي ما قلنا كده، الاي جي ام والاي جي معلومه مش عايز افكرها، ماشي؟ الاسئله بتيجي في الريكول دي زي ديفاين، عرف، ليست، اعمل قائمه بي، ايدنتيفاي، تعرف على، نيم، اسم، هو، وين، وير، وات، دي كلها اسئله خاصه بالريكول، تمام؟ الليفل الثاني الابلكيشن. ابلكيشن يعني ايه؟ يعني انت شغال في مجال مختلف. فما هتلاقي بقى اسئله سيناريو بقى، حالات، اف ذن هاو كان اكس بي يوز تو واي، مش عارف ايه، في شويه كلام يعني، في كده حوار، في سيناريو حالات معينه. فدي معظم الاسئله بتعمل على الابلكيشن، ودي اغلبها على الحاجة. النقطه الثالثه 15 بقى اللي هي اناليتيك بقى، اسئله فيها اناليتيك، ديفرنشيت، كومبير، كونتراست، دي كلها اسمها اناليتيك كويشن. دي 15% من الاسئله تعتمد على الانسان يبقى سمارت. طيب انت بتنجح بكام؟ تقريبا ب 84، يعني هم 150 سؤال، ثم بيحسبوك على 135. الباسنج سكور بيتراوح بين حاجه و80، 84، 85، 86، 82، بيختلف لانه في معادله معينه بيحسبوها هم. اخر امتحان في واحده كانت معانا في الكورس الماضي نجحت، كان الباسنج سكور 84، هي جابت 102 الحقيقه، ودي حاجه كويسه يعني. طيب هل سوف انجح في الامتحان؟ ده يعتمد على معلوماتك ومهاراتك ومستواك في مكافاه العالم. حد ما فيش واحد زي الثاني، انا معايا هنا فوق 70 شخص، مع كل واحد في اللي معاه ماجستير مكافاه العالم وعنده معلومات كويسه، وفي الممارس عنده معلومات اكثر، وفي اللي لسه بيجنر، وفي اللي لسه خارج المجال وبيفكر، ماشي؟ السكور بيطلع لك بعد ما تخلص الامتحان، تجاوب على 150 سؤال، يطلع لك الدرجه بتاعتك، يقول لك باص ولا فيه، يطلع لك الدرجه، تمام؟ بعد كده في خلال اسابيع قليله بيبعت لك بالايميل البي دي اف او الشهاده في البريد، تمام؟ تستعملها فيما بعد. زي ما قلنا بتجاوب على 84 سؤال، يعجبك تقريبا 75% من الكوريكت انسر، بتنجح اللي هو الباص يعني. ازاي نحضر الامتحان؟ الامتحان عباره عن بيجي طبعا زي ما قلنا 150 سؤال، اسئله موزعه على شباتر، 8 شباتر، كل شابتر حسب حجمه بيجي منه مجموعه من الاسئله، ماشي؟ يبقى الكانديديت شود يوز ذا كوريكت كونتنت اوت لاين، هنتكلم على الكونتنت اوت لاين. طبعا الموقع يا جماعه عليه كل حاجه، عليه حاجه اسمها الكانديديت الهاند بوك، كانديديت هاند بوك، كتاب اللي هو دليل الامتحان والتفاصيل بتاعته. بس اهم حاجه احنا نذاكر منين؟ سورس الصدر، نذاكر منين؟ نذاكر اللي هم حددوا لنا مصادر اساسيه ومصادر اضافيه، دي المصادر الاساسيه اللي قدام. اول حاجه ريدي ريفرنس فور مايكروبس، كتاب اسمه ريدي ريفرنس فور مايكروبس. الكتاب الثاني ايبك تكست اوف انفكشن كنترول، وده الاساس، وده كتاب الوزاره بتاعهم زي ما بيقولوا احنا عندنا في مصر. الكتاب الثالث انفكشن كنترول جايد لاين اند جايدنس لايبراري، الكتاب الثالث. الاهم زي ما قلت كتاب رقم 2 ايبك تكست، وده موجود عند الدكتوره زينب، سوفت كوبي.
عايز تطبع تطبع براحتك، بس هم طبعا بتعملوا داونلود بفلوس طبعا الاخير 2020. ده كتاب الوزاره. لو ممكن تكتفي بكتاب رقم 2، عايز تستزيد هات كتاب رقم 1 ريدي ريفرنس فور مايكروب، كتاب رقم 3 انفكشن كنترول جايد لاين جايدنس لايبرري، كتاب رقم 4 كنترول اوف كوميونيكابل ديزيز، كتاب رقم 5 فاندمنتال ستاتستكس اند ابيديميولوجي انفكشن بريفنشن، كتاب رقم 6 كوماندوم اوف استراتيجي تو بريفنت هيلث كير اسوشيتد انفكشن ان اكيوت كير هوسبيتال. دي كلها مصادر اساسيه، وانا برشح لكم كتاب رقم 2 فقط لو قريته فقط. ده تكست بوك 4 اجزاء او 3 اجزاء حسب اللي طبعا. ده تكست بوك خليه عندك ريفرنس، بالاضافه تحضر كورس حد يوجهك صح وتقرا من الريفرنس وتمارس بايدك، خلاص كده ضمنت ان شاء الله الامور تبقى. المواعيد مفتوحه على مدار 24 ساعه، على مدار زي ما بيقولوا في امريكا 24/7، مفتوحه على طول طوال العام، مواعيد امتحان البورد طوال العام. شماعة. طيب دي كلها البرايمري ريسورس. السكند ريسورس بقى عايز اضافات بقى، كتاب بقى اسمه ابيديميولوجي اند بريفنشن اوف فاكسين بريفنتبل ديزيز، كتاب موقع ثاني اسمه سبلمنت ابيديميولوجي اند بريفنشن اوف فاكسين بريفنتبل ديزيز. حاجه ثالثه يعني مصادر ثانيه عايز تستزيد وتقرا، current national international guidelines standards and recommendation from World Health Organization، منظمه الصحه العالميه. دي كلها اضافيه، لكن انا بقول لكم رقم 2 للايبك تكست، هو ده الاساس، وكتاب الوزاره بيجي منه كل حاجه. طيب في امتحان حاطينه على الموقع في 70 سؤال، عايز تجرب نفسك يعني ذاكرت كل حاجه وعايز تجرب نفسك قبل دخول الامتحان، بتقول لهم انا عايز اخد الامتحان التجريبي ده 70 سؤال، بدفع حوالي $50 وبدخل الامتحان وبعرف ندركت منه، بس مجرد ما ينتهي الامتحان بينتهي العلاقه بهذه الاسئله، الاسئله خلاص تختفي. ده لو يعني if you want، يعني لو انت عايز تجرب نفسك على امتحان على الموقع نفسه. طبعا مش بكثر حل الاسئله يا جماعه، احنا عندنا كدول عربيه يقول لك ايه، حل الاسئله في ال10 اللي فاتت يعني، ويدخل يقفل الامتحان. الكلام ده كله انسى، انت داخل امتحان امريكي، انسى الاتيتيود ده اللي عفى عليه الزمن ده من زمان، ما عادش موجود اصلا. تدخل بتاع الثانويه العامه يحل ال 10 سنين اللي فاتوا ويدخل يقفل الامتحان ويجيب 100%، مش كده في العالم كله. تمام؟ تدخل الامتحان التجريبي، تدخل على الموقع هتلاقي ال 70 الامتحان 70 سؤال، وادفع الفيزا كارد $50 او الرسوم بتاعته، وادخل جرب الامتحان. البورد الامريكي معترف بيه في العالم كله. العالم كله بيعترف بورد الامريكي. في اي مكان هتشتغل في اي مستشفى، انا زي الفيتشر كنترول هتقول لهم انا معايا سي اي سي، هيقول لك اتفضل. دخلت ومعاك سي اي سي، في واحد تاني مقدم كومبيتيشن مع السي اي سي، هياخدوا اللي معاه السي اي سي. خدها مني كده. انا بعمل كده مع نفسي، انا ما بجيب عندي من الموظفين بتصطف عندي في القسم، اللي معاه سي اي سي باخده. كونسيدر. اللي ما معاش بشوف بقى ظروفي انا محتاجه ولا مش محتاجه وحاجات زي كده. طيب هل انا مؤهل للامتحان؟ eligibility، هل انا مؤهل للامتحان ولا ما ينفعش ادخل الامتحان؟ المواصفات، عشان تبقى eligible لازم تبقى شغال في مكافاه عدوى 1 full year او بارت تايم 2 year. بعد كده معايا شهاده صحيه، شهاده في مجال صحي، طبيب، طبيب اسنان، صيدلي، ممرض، معهد صحي، اي مجال صحي. ماشي؟ وطبعا خبره زي ما قلنا سنه او سنتين زي ما قلنا قبل كده. والمجالات بقى اللي انا اشتغلت فيها انفكشن كنترول، ابقى شغال في الانفكشن ديزيز، شغال في السيرفيلنس، شغال في البريفنشن، شغال في الوي هيلث، شغال في المانجمنت في اداره وقفه العدوى، شغال في الاديوكيشن في وقفه العدوى، شغال في الانفيرمنت كير هاوس كيبنج، مش شغال في هاوس كيبنج يعني سوبرفايزر الهاوس، شغال في التعقيم. كل ده يبقى مجالات مكافاه العدوى تبقى اشتغلت. ماشي؟ وزي ما قلنا الاربع حاجات، الاربع متطلبات، اتستيشن ستيتمنت، شهاده التخرج، السيره الذاتيه، الوصف الوظيفي، اربع حاجات. والوصف الوظيفي تاني على ورق رسمي في المكان اللي بتشتغل فيه يقول لك، بتقول انت بتعمل ايه. وانت بتعمل السيره الذاتيه والوصف الوظيفي والاتستيشن لازم تتاكد ان كلامك واحد. اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. يعني ايه؟ يعني انت
حورت وقلت لا ده انا اشتغلت، اكتب بقى انك اشتغلت في السي في، اكتبه في الجوب ديسكريبشن، اكتبه في الاتستيشن السيكتور. ليه؟ عشان تبقى راجل متسق مع نفسك. احنا عارفين كل الناس لها طبعا ظروف مختلفه، ولكن لو انت حبيت تحور حاجه ظبطها في الكتاب، واحنا ملوك التصميم بتاعك. ايه الاتستيشن ستيتمنت؟ قدامنا الاتستيشن ستيتمنت دي، الاتستيشن الاقرار يا جماعه، الاقرار. انا طبعا مشرف، معايا عندي موظف، عندي ستاف براكتيشنر او كوردينيتور عايزه او عايز يقدم في الامتحان، بملى له الورقه دي، بقول ان اي سي اي فيريفايد ذا فولوينج ستيتمنت از اكيوريت، الابليكانت اللي هو الشخص اللي مقدم الامتحان ده بلو نيمد بلو اكاديم فيكشر كنترول، اشتغل في الايدنتيفيكيشن، اشتغل في السيرفيلنس، اشتغل في البريفنشن، واتليست اشتغل في اثنين دول، اكتب اثنين او ثلاثه او اربعه، واكتب انا بقى اسم الشخص المتقدم عندي، واكتب بقى اسم انا بقى السوبرفايزر نيم والتايتل بتاعي والورك فون والايميل والمستشفى اللي انا شغال فيها والبريد بتاعي وتوقيعي والتاريخ. حد هيقول لي لازم اختم، لازم اختم، مش عارف اسمها اختم. الامريكان ليس لديهم اختام، الامريكان عندهم التوقيع ده مقدس، سيجنتشر يعني توقع هنا وتكتب تاريخ. حد هيقول لي ختم المستشفى؟ مش شرط ختم المستشفى، ختم القسم مش شرط ختم القسم. ليه؟ لان هم بيعتبروا ان الناس الاصل في الناس الصدق، بيعتبروا اللي بيكتب حاجه صادق الى ان يثبت العكس. وكذلك التعامل، الناس اللي عاشت في امريكا وعارفه الكلام ده مهما كذبت عليهم مش هتقول، بس اول ما توقع انك انت كذاب هتحطيت في البلاك. فدي الاتستيشن سيبن، ورقه انت بتملاها، مشرف بتاعك او انت شغال في مكافحه العدوى هتروح للقسم المستشفى اللي شغال فيه تقول له لو سمحت وقع الورقه دي، انا داخل على امتحان بورد وعايزين ورقه من ورقاتي اكتبها لي، هيكتب انت شغال معاهم، لن يترتب عليها شيء داخل مصر، داخل مصر وداخل السعوديه وداخل الامارات وداخل الكويت، دي شهاده خارجيه، حاجه خارجيه هتروح لهم هناك، لن يترتب عليها ضرر للراجل اللي هيعملها، لانه حتى لو الكانديديت ما بيشتغلش في الفيشن كنترول بس عايز يدخل الامتحان وعايز يقول لهم ان انا بقالي سنه في الفيشن كنترول وحد شاهد له خلاص، هما بيعمل اقصى حاجه هيعملوها يعني يبعتوا للشخص اللي كاتب السوبرفايزر يقولوا له الراجل ده اشتغل، او يقول لهم اه خلص. عمليه سهله. طيب دي مسميات الوظائف بقى اللي انت ممكن تكون شغلتها وبتكتبها، انفكشن بريفنشنست، انفكشن كنترول لينك، ريجستر نيرس انفكشن بريفنشنست، ابيديميولوجيست، ريسيرش اناليست، انفكشن كنترول كوردينيتور، انفكشن بروفيشنال. انت مهما المسمى اللي انت شغال فيه ما بتفرقش. طبعا الامتحان على الكمبيوتر في 140 مركز في امريكا ومئات المراكز خارج امريكا، منهم الرياض والقاهره ودبي والكويت وعمان و حيثما كنت هتلاقي مراكز الامتحان موجوده. زي ما قلنا احنا شرحنا الابلكيشن قبل كده، بعد ما تخلص الابلكيشن ويقبلوك تختار حاجه اسمها سكيدول ماي تيست، يعني ايه؟ ابدا تحدد اللي عايز تمتحن امتى وفين، تكتب عنوانك بيقول لك جنبك كذا، تدخل على المركز وتختار ميعاد خلال 90 يوم 3 شهور ماشي. الناس اللي داخل امريكا وعايز التليفون، التليفون موجود اهو. زي ما قلنا عايز تغير بعد ما تحددت ميعاد، غير بدري قبل ما تدفع الرسوم او قبل ما تروح عليك الفلوس تماما. طبعا emerging closing، انت حددت ميعاد وقامت سيول، الدنيا مش عارف قامت رياح عاصفه، المراكز اتقفلت، مالكش ذنب، بيحدد لك ميعاد ثاني بدون اي تكلفه اضافيه. تمام؟ يعني اللي هم اللي قفلوا، انما انت ما رحتش ده موضوع ثاني. الناس بقى اللي عندهم disabilities بيكتب ان هو عنده disability وبيراعوا هذه النقاط وبيساعدوا. انت رايح الامتحان تاخد ايه معاك؟ ما تاخدش معاك، تروح الامتحان بدري قبلها بنص ساعه، تاخد معاك 2 ID ماشي، يا اما البطاقه، يا اما البطاقه والباسبور او الاقامه والباسبور، بتاخد حاجه حاجتين معاك. ما تاخدش بقى البيرسونال ايتم، في تفتيش جامد دلوقتي، انت عارف التكنولوجيا دلوقتي والغش والنقل و الى اخره، فلا نظارات ولا ايتمز ولا اكسسوار، الحاجات دي كلها روح كده نضيف من غير حاجه خالص، معاك بس الاي دي بتاعتك وخلاص. ما عندهم هم الاقلام، عندهم كل حاجه، الكمبيوتر دلوقتي كان اول بيبر وبيكسل كان عم بيوفروا الاقلام والاوراق، دلوقتي تخش على الكمبيوتر تجاوب وخلاص. لازم يبقى معاك كوريكت ايدنتيفيكيشن، حتشوف نسيت الباسبور، نسيت الاقامه، نسيت البطاقه، يجيب يطلع كارت البنك ويقول لك الكلام ده كله ما ينفعش،
ماشي، تيجي قبلها بنص ساعة، لو اتأخرت نص ساعة بعد بداية الامتحان لن يسمح لك بدخول الامتحان. لازم تشيل بقى نيو اكسسوارز بوليسي. الناس بقى اللي شغل معاها حاجات وتغيير وبرشام وحاجات نظاره بقى كاميرا ومش عارف الحاجات دي كلها، تعرض نفسك لمشاكل تدعي الى هذه الممارسات السيئه. الذهب بقى والبص الجويلري اند انجيجمنت ثينكس از بروهيبت، يعني حتى الذهب انت لابساه والاكسسوارز بلاش، لانه بيعتقدوا انه بيبقى فيها كاميرات وحاجات كده. ماشي. والمشاط والمش عارف الهيد باند والسماعات القصص دي كلها، روح كده سليم نظيف الا من الاي دي وخلاص، تحت بكرامتك وتطلع بكرامتك عشان لا يؤخذ عليك. يبقى البيرسونال ايتمز يا جماعه ما حدش ياخد بيرسونال ايتمز كتير عشان ما يحصلش في مشاكل. طبعا المراكز الامتحانات بتبقى مريحه ومكيفه والدنيا كويسه فيها، والامور ما فيها مشكله ان شاء الله. عايز تاخد بريك في الامتحان، امتحان 3 ساعات، عايز تاخد بريك بيفتشك وانت طالع وانت داخل، عايز تدخل الحمام فاكر مثلا هتجيب حاجه من الحمام وتجيب الاساليب بقى بتاعت اللي ايه زمان دي، اعتقد يعني خلاص نو لونجر فاليد بعد التطورات الاخيره. لو كتب لك ان انت ميس كوندكت او ديسربتيف بيهيفير، انت عم تحاول تغش، هيضيع عليك كل حاجه، هيغي لك كل حاجه. ماشي. الاسئله في الامتحان دي مش هتشوفها. امال الاسئله اللي احنا شفناها دي ايه؟ دي تريننج. ال10 سنين اللي فاتوا اللي بيحلوا اسئله ال10 سنين اللي فاتوا عشان يدخل يلاقي الامتحان كله ويقفل الامتحان، فضلا معلش مش هتلاقي الامتحانات دي الاسئله دي، لان ده نظام امريكي. هو بيديك تريننج اسئله للتدريب. ليه بقى؟ لانه بيعتمد على الفهم. انت لو فهمت هتحل السؤال باي شكل. اي سؤال هيجي لك لو انت فاهم هتحل السؤال. لكن لو انت فاهم بقى وحاخد الاسئله بالشكل، لن تلقى اسئله متكرره من اللي هتحلهم في ال10 سنين اللي فاتت. الناس اللي بتدخل تقفل، الناس اللي واخده على التقفيل بتاع الثانويه العامه في مصر والدول العربيه. انتهى هذا الموضوع. انت داخل امتحان امريكي في كونسيبت امريكي، تقرا وتفهم وتستوعب وتخش تجاوب على الاسئله وتتدرب على اسئله عموما وتدخل تجاوب على الاسئله دي. الناس اللي زميلتنا اللي نجحت الاسبوع اللي فات ده بتحل اسئله بقى لها 5 سنين. قالت لي لم اجد سؤالا واحدا من اللي حلت 5 سنين في الامتحان. بس عشان الناس اللي بتقعد ايه؟ امال ايه دول؟ الاسئله دي يا جماعه نوع من انواع المذاكره والفهم والدراسه والتمرين. لكن احنا التصور ان انا هقعد احل اسئله عشان الطف 20 30 سؤال في الامتحان الاقيهم، مش هتلاقي الكلام ده للاسف. طيب ازاي احضر الامتحان؟ اول حاجه انت قدرتك تاخد امتحان في 3 شهور ولا في 6 شهور؟ لو 6 شهور يبقى اقعد 3 شهور ذاكر وبعدين اقدم على الامتحان. لو 3 شهور قدم من دلوقتي. ماشي؟ تختلف من واحد للتاني. قال لك اعمل كونتراكت ويز يور سيلف، يعني ايه؟ اقعد كده تعاقد مع نفسك، تعاهد مع نفسك على انك هتذاكر وهتجتهد وهتقضي كل يوم 3 4 ساعات في القرايه في الانفكشن كنترول. ماشي؟ احضر كورس لو انت مش اورينت او لو انت عندك خلفيه كويسه، ذاكر من نفسك وتدخل الامتحان. محتاج تبقى معانا تدخل في المود وناخد بايدك كده خطوه بخطوه ندخلك جوه. ماشي شوف. ماشي. طبعا اما تسمع كلمه انترناشونال تيست تيكرز اللي هو احنا اللي هم انتم، لان التيست تيكرز اللي جوه امريكا ما اسمهمش انترناشونال، اسمهم انترنال تيست، احنا انترناشونال تيست. الانترناشونال دول عندهم باريرز، حواجز. حواجز ايه؟ لانجويج باريرز. ما بقاش فاهم السؤال ليه؟ لان احنا متعلمين انجليزي شكل وهم بيستعملوا انجليزي شكل، ففي لانجويج بارير. وفي كمان حاجه اسمها كالتشرال بارير، يعني في حاجات هناك مصطلحات. عارفين لما واحد يقول نكته بالامريكاني ممكن ما تضحكش عليها انت قوي، ليه؟ لانك الكالتشر عندك مختلف. لو قلت لهم نكته مثلا عندنا في مصر او في السعوديه او في الدول العربيه لواحد امريكاني ممكن ما تضحكش عليه، ليه؟ الكالتشر مختلف. كذلك الستيتمنت والكالتشر وتناول الموضوعات مختلفه في بعض الاسئله، ممكن ما تبقاش فاهم السؤال كويس. فاول حاجه اللانجوج بارير، حاجه اللغه، لازم تبقى لغه كويسه. الكالتشرال ده الديفرنس ده هنقربه شويه من
من الكلام ومن الشرح ومن حل الأسئلة وإلى آخره، ماشي؟ الإنجليزي طبعا امتحان بالإنجليزي بس، فلازم يبقى عندك إنجليزي كويس. إنجليزي ضعيف، خد كورس إنجليزي. كمان البرير الثالث المالتيبل تشويس، إحنا متعودين على الأسئلة المقالية، هم متعودين على الأسئلة المالتيبل تشويس أو الإس بي إي سنجل بيز داون. فأنت كمان عايز تتقرب يعني من الكالتشر بتاعتهم في الأسئلة، ماشي؟ يبقى لازم دول اللانجوج بارير، الكالتشرال بارير، والمالتيبل تشويس كويشن كونسبت بارير، دول ثلاثة. في بارير رابع اللي هو ايه؟ اللانجوج والكالتشرال والشكل السؤال نفسه، يبقى ثلاثة بارير بس، مش عارف يعني اعتقد انه كانوا أربعة بس anyway. الابريفيشن رابع بارير يا جماعة، الابريفيشن الاختصارات، تمام؟ يبقى عندنا أربعة بارير: اللغة والكالتشر وشكل الأسئلة المالتيبل تشويس والابريفيشن الاختصارات. الأمريكان مغرمين بالكونجرس ده، كلمة الكونجرس الأمريكي ده اختصار، ماشي؟ البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون. كل كلمة في، طبعا عندنا اختيارات كتير جدا، الناس اللي بتحضروا معانا الكورس سي دي سي والدبليو اتش او والايبك والسي اي سي والمش عارف الحاجات دي، جزء من ايه؟ من قليل من كثير احنا بنشرحه. كنت انت بقى بتاع الامتحان، كنت انت الامتحان قدامنا، دول 8 شباتر. الامتحان بيجي من 8 شباتر، الشابتر الاولاني الامراض المعديه بيجي منه 22 سؤال، الشابتر الثاني السيرفيلنس والابيديميولوجي 22 سؤال، الشابتر الثالث بريفنشن وكنترول 22 سؤال، دول كام؟ 66 سؤال. الشابتر الرابع امبلوي هيلث 11 سؤال، الشابتر الخامس الاداره اداره كف العدوى 14 سؤال. الشابتر الخامس education 12 سؤال، الشابتر السابع الانفيرمنت اوف كير 14 سؤال، الشابتر الثامن اللي هو التعقيم 18 سؤال. عد كده 22 و22 و22 و11 و14 و12 و14 و18، ده كنت انت على التفكير. اللي ذاكر اول شابتر هيجاوب ال 22 سؤال. يعني ذاكر يعني ايه؟ مش يقعد يحفظ، لا يعني يفهم ويحضر ويحل ويمارس الحاجات دي كلها. وهكذا، والسيرفيلانس هيحل 22، والبريفنشن هيحل 22، وهكذا. دي كلها الكونتنت بتاع الاسئله. طبعا دي تفصيلات بقى يعني اضافيه ما لهاش قيمه في الموضوع قوي. كده قدامنا احنا دي كونتنت، طبعا تفصيلات الجزء العلمي المنهج يعني او الحاجات دي بتتقال بقى في الكورس نفسه. بس احنا قلنا انك عندك 8 شباتر، والشباتر بتبقى بهذا الشكل. شابتر رقم 6 education، ايه المحتوى؟ الحاجات اللي انت شايفها دي قدامنا في السلايد. ده اخر شابتر قسم التعقيم، مطلوب ان نعرف قسم التعقيم ايه، 1 2 3 الحاجات دي كلها. دي كلها تقريبا اللي احنا كده 9 بالظبط، قدامنا نص ساعة اسئلة. اللي عنده اسئلة يتفضل يجرب، يتفضل يسأل قصدي وانا حاجة. شيماء احمد، استاذن حضرتك، هل في مجال السفر السعوديه للصيادله انفكشن كنترول معاهم البورد الامريكي؟ في مجال. لو خدت سي اي سي وقدمت في اي مستشفيات، طبعا مستشفيات عايزه دلوقتي انفكشن كنترول براكتشن، تقدمي في المستشفى ومعاك السي اي سي بياخدوك. طيب عايزه ترخصي في الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه، بترخصي كصيدلانيه. يعني هو بيرخص لك بشهادتك الاصليه الصيدلانيه بس تشتغلي في المستشفى كانفكشن كنترول، عشان يتفادى موضوع الترخيص، ان الترخيص بالنسبه للانفكشن كنترول كانفكشن كنترول صعب. لكن انت بترخص كنيرس او او كطبيب او كصيدلي او كاسنان، بس المستشفى بتشغلها مكافئ العدوى لان هم عايزين مكافئ العدوى. ها نكست، اي اسئله اخرى؟ لو سمحت يا دكتور معلش. ايوه يعني انا دلوقتي معايا بكالوريوس تمريض، همتحن بارومتر التمريض ولا همتحن سي اي سي بس؟
لا برومتريك تمريض ده انت ده حاجه تانيه. انت مسافره هتشتغل تمريض ولا انفكشن كنترول؟ انفكشن كنترول. انفكشن كنترول تاخد السي اي سي، يعني تاخد السي اي سي تاخد يعني ايه؟ انا اللي هو البورد مكافحه العدوى، يعني تاخد امتحان البورد مكافحه العدوى. يعني هو لو هو طالب مثلا في الاعلان ان هو عايز اخصائي مكافحه عدوى، مش بشترط مثلا يكون طب بشري او صيدلي او تمريض، هو عايز بس حد مكافحه عدوى، فانا لو معايا السي اي سي او همتحن السي اي سي ده يؤهلني ان انا اروح اشتغل مثلا في السعوديه، في تمام اي بلد تانيه اه يعني، تشتغل، بس ايه بقى لازم في ان نفس انا اخد الوقت برامترك. كملي نعم، مش تاخد لازم ادخل البروميتريك. امتحن برامترك التمريض. ايوه هتاخد البروميتريك تمريض عشان بس ترخصي في الهيئه السعوديه. حد بيشتغل يا جماعه في السعوديه بدون ترخيص في الهيئه السعوديه ليه؟ لان يعني الجي سي اي والسباهي والاكريديتيشن بتعدي عليك وتشوف الناس عندهم ترخيص ولا لا. فانت عايزه يعني ترخصي، ترخيص مكافحه العدوى في الهيئه السعوديه صعب شويه للنون سعودي دلوقتي، يعني كرنت يعني ممكن يتغير بعدين، ممكن يبقى مفتوح يعني صعب شويه. الناس تعمل ايه دلوقتي تتفادى الموضوع؟ تعمل برومتريك نيرسينج وترخص في الهيئه السعوديه نيرسينج بس بتشتغل في مكافحه العدوى في المستشفى. واضح؟ تمام. طب لو عمان متاح ترخيص مكافحة عدوى؟ آه ما عنديش خبره قوي في عمان، انا ما رحتش عمان. قطر؟ لا قطر نفس القصه، فيها ترخيص مكافحه عدوى، واعتقد عمان فيها ترخيص مكافحه عدوى. قطر لا هو بس السعوديه شويه عاملين يعني من لسه المجال، ما يعني عايزين يزودوا نسبه السعوده فيه شويه، ولكن لو انت معاكي سي اي سي هياخدوكي ريجاردلس. بعد كده بقى يشوف موضوع الترخيص باي مؤهل بحث تمريض او صيدله او اسنان، يرخصوا لك بس عشان ايه قدام الجهات اللي بتيجي تفتش، لكن انت شغاله مكافحه عدوى. تمام. يعني برضو في السعودية هيحتاج الاثنين، سي اي سي والبارامتر، لكن برافو صح، عمان او البلاد الثانية ممكن سي اي سي بس، مش مشكلة. ممكن شيء كده. تمام 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 طيب احمد بيبي بخصوص شابتر اللي فيه 120 شابتر، هل نقراها كلها؟ لا ما نقراش كلها يا جماعه، الايبك تكست ده ثلاث اجزاء ما حدش بيقراه كله، هنقرا الحاجات اللي هنتكلم واحنا بنشرح اللي هيحضر معانا، هيحضر معانا بنعمل ايه؟ احنا بنشرح الكورس حاجات المين بوينتس، بقول لك ذاكر الثلاث اربع شباب اللي دول متعلقين بالشابتر هتقرا وهتحل معانا اكسرسايز، هتلاقي نفسك استوعبت مور ذان 70% من الموضوع. فاحنا ما بنقراش التكست بوك، التكست بوك عندنا ريفرنس، احنا بنحضر كورس او بنشتغل في مجال، كل ما نقف في مكان بنرجع نراجع الجزء اللي قبل التكست. حد هيقول لي بقى في ملخصات وفي ملازم والحاجات اللي واخدين عليها يا جماعه، الحاجات دي انتهت من العالم كله، ملخصات والملازم والبتاع والناس بتحفظ من جلده للجلده، الكلام ده ارجوكم شيلوه من دماغكم في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، شيلوا الكلام ده من دماغكم. ليه؟ لان العصر بقى العالم بقى قريه صغيره، والحركه السفر عاليه جدا، والفرص موجوده في العالم كله. الناس دلوقتي الناس بتطلع بريطانيا تشتغل دلوقتي بعد ما سافرت حد اوروبي، عايز اطباء وعايز تمريض وعايز، انا عندي هنا تمريض هندي، كل ما اقابل واحده يعني تقول لي ده انا رايحه امريكا، ده انا رايحه بريطانيا، ده انا رايحه الهنود على فكره نيرس، وكذلك الاطباء. فاني واي يعني احنا يعني عايزين بقى نعتمد على الفهم، نغير الكونسيبت بتاعنا في الانجليزي. حد عايز يسال سؤال تاني؟ بعد 5 سنين ازاي تجديد بعد الساعات المعتمده؟ بعد 5 سنين هتدخل على الموقع cbic.org، مكتوب لك تفاصيل الري سيرتيفيكيشن باي سي ام اي، هيقول لك هو معتمد بعض الجهات عندهم في امريكا، بتحضري معاهم اونلاين، بتحط لك ساعه في الحساب بتاعك، ما تكملي مثلا 30 ساعه او 40 ساعه بتقدميهم بيعمل لك الري سيرتيفيكيشن. تنصحنا نذاكر منين؟ الايبك تكست يا جماعه، كتاب الوزاره بتاعهم اسمه الايبك تكست، اللي هو رقم 2 في البرايمري سوشيال اللي انا شرحته ده. ده كتاب 3 اجزاء، انت مش هتذاكره كله، هتذاكر الحاجات الحتت المهمه اللي فيه، هتقرا الحاجات القراءه ثرولي بصفه عامه كده، خد معلومات وتحضر وتناقش وتمارس. الناس اللي من خارج المجال انصحهم يشتغلوا فولنتير في المستشفيات، يروح يتدرب تريننج، يشتغل، لازم يشتغل ويشوف الشغل الحقيقي عشان يتعلم، لان مهما ذاكرت وانت بعيد عن المجال لا يمكن تتخيل ايه اللي بيحصل. احنا قلنا قبل كده الابلكيشن 60% من المعلومه، من القدره على الاجابه على 25% الحفظ والحفظ طريقتنا القديمه، 60% التطبيق، 15% التحليل. مش سامعه كويس. الايبك تكست ندى
الايه بيكتسب. الكتاب اسمه ايبك تكست طبعا. ايبك اسوشيشن اوف بروفيشنال انفكشن كنترول ابيديميولوجي تكست، كتاب تكست روب الانفكشن كنترول، موجود سوفت كوبي عند الدكتوره زينب، و وموجود بالشراء، ممكن تشتريه من الكريدت كارد بتاعك، تشتريه من اي مكان، انت بيك تشتريه من اي ايبك تكست. مظبوط. هكتب لك يا ايبك تكست بوك، ايبك تكست بوك اللي هو برايمري ريفرنس زي ما قلنا رقم 2 في البرايمري. تمام. طيب حد عنده سؤال يا جماعه؟ انا خلاص انا تعبت عايز اريح. Do you have any question? انا كتبت يا جماعه، ما انا كتبت لك يا ندى الايبك تكست يا جماعه، ايبك تكست. ولو رجعنا لل الايبك تكست، تمام، اسمه ايبك تكست اند ديميولوجي سوفت كوبي، موجود في في كذا جهه، ممكن تشتريه من اي مكان، والموقع نفسه فيه الايبك تكست ممكن تشتريه. والدكتوره زينب عندها سوفت كوبي ممكن تعمل فورورد للناس، ممكن تطبعي بعد كده الشباب انت عايز تقراها، الناس ما بتحبش تذاكر سوفت كوبي، عايزه بيبر تقراها من. طيب حد عنده سؤال تاني؟ فراس، قول يا فراس. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور كمال، ما شاء الله يعطيك العافيه، وشكرا تعافيك. على هذه المحاضره الجميله. انا عندي بس سؤال، الحين تكاليف الدوره هذه تكلف 375 دولار صح؟ او الشهاده حق السي اي سي. الامتحان. ايوه. تمام. طيب الدوره مع الشهاده، هل انتم بتقدموا دوره وتأهيلية قبل الامتحان؟ ايوه الدوره دي مختلفه، الدوره دي اكاديميه في مصر ما بيمارستان، هم اختاروني ان انا يعني ابقى معاهم في التريننج، والدوره مختلفه، الدوره دي تاهيل للامتحان. الامتحان نفسه طيب ب 375 دولار عشان تخش الامتحان وتاخد الشهاده، لكن الدوره دي اسمها دوره تاهيليه تريننج كورس، دي الاكاديميه اللي في القاهره هي اللي متوليه الموضوع. طيب هل هذه فيها اونلاين احنا نقدر نحضرها اونلاين، معاكم؟ فيها اونلاين، انا كنت بديها من كنت في القاهره كنت بديها حضوري، ولكن اما جيت المملكه هنا انا بديها اونلاين، لان معايا من كل الدول العربيه، ومعايا ناس حتى من امريكا ومن خارج الدول العربيه، فاحنا بنعمل الجلسات اونلاين، كورس اونلاين 3 شهور. كم سعرها؟ طيب يا دكتور عندك فكره؟ تواصل مع الدكتوره زينب، انا مع يعني مش الامور الماديه والاداريه، انا الناحيه العلميه والامتحانيه. طيب تمام، الله يعطيك العافيه دكتور. نعم. شكرا بالتوفيق ان شاء الله. اي سؤال ثاني يا جماعه؟ يوجد مراكز الامتحان، نعم يوجد مراكز الامتحان في كل الدول، حتى في كل المدن، يعني مثلا السعوديه ممكن تلاقي في جده وفي الرياض في الدمام في دبي في مسقط في الكويت في الدوحه القاهره طبعا كتير، طرابلس ممكن لو فيها طرابلس فيها اضطرابات شويه، ليبيا ممكن، تونس المغرب الاردن فيها، وهكذا دول كلها فيها اسمها انترناشونال تيست سنتر، هتلاقيها موجوده على في الويب سايت. اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ تمام، بالتوفيق للجميع ان شاء الله، ونسمع عنكم كل خير وحظ اوفر بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم.